السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيديو اليوم سنتكلم فيه عن سلسلة جديدة من الفيديوهات، وهي سلسلة التحديات. هي سلسلة سنقوم بها إذا كانت هناك تحديات معنا. سأطلب منكم في هذه الفيديو أنكم تقترحوا تحديات. نقدر نمد لكم أمثلة مثل تحدي الصلاة، تحدي القرآن، تحدي الأكل الصحي، تحدي الرياضة، أي تحدي يمكننا أن نفعله. أنتظر منكم إن شاء الله في التعليقات اقتراحات عن مواضيع للتحديات. وعندما نقوم بتحدي ستكون سلسلة من الفيديوهات، وكلما نختار تحديا نختار له وقتا محدد ونختار له عدد من المشتركات. بصفة أولية الوقت يستطيع أن يكون مدة شهر، لأنه في الأغلب لكي نكتسب عادة ما، إذا نريد مثلا أن نستيقظ باكرا أو نتعلم القرآن، الصلاة، الأكل الصحي، عادة شهر يجب أن يكون لدينا شهر من التكرار. يمكننا أن نقسمه إلى 3 أقسام. 10 أيام الأولى سيكون الأمر صعبا، 10 أيام الوسطى سنبدأ في التعود، وفي 10 الأواخر يكون أسهل ويكون بطريقة تلقائية. إذن دونك لذلك على الأغلب ستكون مدة شهر هذه التحديات، وعلى الأغلب سأنتظر أن تكون لدينا 50 مشاركة. عندما نصل إلى هذا العدد يمكن أن نقوم بقرعة وتكون واحدة من المشاركات إن شاء الله تفوز بشيء ما. سنرى ذلك في ذلك الوقت، لا نستبق الأحداث. إذن أنا أنتظر منكم الاقتراحات، والسلام عليكم.